السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طلاب الصف الخامس اهلا وسهلا بكم. نبدا حصتنا هذه بدعائنا اللهم ارفع عنا هذا البلاء يا الله واحفظ لنا احبتنا وبلادنا من كل شر يا كريم واجمعنا بطلابنا من جديد في ساحات مدارسنا رياض ومدارس جامعه الزرقاء. عنوان درسنا اليوم ظرفا الزمان والمكان، وسنبدأ بداية مع هذه الأنشودة وخلف أو أمان واصل مكان يدل على المكان فوق وتحت وخلف أو أمان جلس <applause> محمد بعد الظهر، تحت الشجرة عند الظل، سقطت فوق ذراعي ثمرة، فتناولنا قبل الأكل جلس محمد بعد الذوت تحت الشجرة عند الظل بعد ان شاهدت هذه الانشوده اتوقع انك اخذت فكره عن موضوع الدرس سنبدا الان بالتذكير باقسام الكلام الكلمه ثلاثه اقسام الاسم ومن علاماته انه يقبل التنوين معلم من علامات الاسم انه يقبل التنوين ايضا يقبل ال التعريف المعلم وغيرها من العلامات الاخرى التي تعرفنا عليها سابقا الفعل يدل على عمل مقترن بزمن وقد قسمناه الى ماض ومضارع وامر كتب يكتب اكتب الحرف ليس اسما ولا فعلا ويستخدم لربط الكلام كحروف الجر والعطف وحروف النصب وغيرها. درسنا اليوم يتعلق بالاسم. درسنا يتعلق بالاسم. انظر الان الى الجمله امامك. تتساقط الامطار شتاء. ما نوع هذه الجمله؟ هذه الجمله جمله فعليه. تتساقط فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الأمطار فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الآن لو سألتك عن زمن تساقط الأمطار عن زمن تساقط الأمطار وقلت متى تتساقط الأمطار متى تتساقط الأمطار فإنك ستجيب: شتاءً متى تتساقط الأمطار شتاءً؟ انظر الآن إلى كلمة شتاءً. شتاءً جاءت لتبين لنا زمن حدوث الفعل هنا. جاءت لتبين زمن حدوث الفعل. انظر أيضاً إليها. هي عبارة عن اسم. والدليل أنها قبلت التنوين. هي اسم منصوب. فتنوين الفتح أو الفتحة من علامات النصب. شتاءً. اسم منصوب جاء ليبين زمن حدوث الفعل، ونسأل عنه بمتى؟ تشرق الشمس صباحا، متى تشرق الشمس صباحا؟ صباحا اسم منصوب جاء ليبين لنا زمن حدوث الفعل، يعتدل الجو ربيعا، متى يعتدل الجو؟ ربيعا ربيعا اسم منصوب جاء ليبين لنا زمن حدوث الفعل، اسم منصوب جاء ليبين لنا زمن حدوث الفعل، ونسأل عنه بمتى. الآن: شتاء، صباحا، ربيعا، تسمى ظرف زمان. تسمى ظرف زمان. ظرف الزمان اسم منصوب يدل على زمن حدوث الفعل، ونسأل عنه بمتى، ومن الأمثلة عليه: ساعة، يوم، مساء، نهار، قبل، بعد، غدا، وقت، ليلا، ظهرا. الآن إعرابه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. صباحاً، ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. ربيعاً، ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. الآن ننتقل إلى المجموعة الثانية. يقف الرجل أمام البيت. يقف الرجل أمام البيت. لو سألتك عن مكان وقوف الرجل، وقلت لك: أين يقف الرجل؟ فإنك ستجيب: أمام البيت، أين يقف الرجل؟ أمام البيت، فكلمة أمام هنا جاءت لتبين لنا مكان حدوث الفعل، هي اسم منصوب، انظر هنا فتحة، جاء ليبين لنا مكان حدوث الفعل. مكان حدوث الفعل ونسال عنه باين نسال عنه باين وضع الطالب الكتابه فوق الطاوله اين وضع الطالب الكتابه فوق الطاوله فوق اسم منصوب جاء ليبين لنا مكان حدوث هذا الفعل جاء ليبين لنا مكان حدوث هذا الفعل. وقف محمد خلف الباب. أين وقف محمد؟ وقف محمد خلف الباب، خلف أيضاً اسم يبين لنا مكان حدوث الفعل. اسم منصوب يبين لنا مكان حدوث الفعل. أمام فوق، خلف، هي اسم منصوب يبين لنا مكان حدوث الفعل ويسمى ظرف مكان. ظرف المكان اسم منصوب يدل على مكان حدوث الفعل ونسأل عنه بأين. اسم منصوب يدل على مكان حدوث الفعل ونسأل عنه بأين ومن الأمثلة عليه أمام خلف، تحت، فوق، يمين، يسار، شرق، غرب، جنوب، وراء، بين. الآن إعرابه أمام ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، فوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، خلف ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الآن انظر إلى كلمة البيت، الطاولة، الباب هي اسم مجرور وهذا الاسم المجرور تعرفنا عليه في حصة سابقة وهو المضاف إليه. فإعراب أمام ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف البيت مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. الاسم المجرور الذي ياتي بعد ظرف المكان او ظرف الزمان اعرابه مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره الان انظر هنا جلس القط تحت الشجره نشاهد التلفاز عصرا لو سالتك اين جلس القط ستجيب تحت الشجره إعراب تحت ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف الشجرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، لكن هنا نشاهد التلفاز عصرا، متى نشاهد التلفاز عصرا؟ عصرا هنا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. نلاحظ أن ظرف الزمان وظرف المكان قد يأتي منونا وقد يأتي مضافا، قد يأتي منونا وقد يأتي مضافا، مرة أخرى تحت ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف الشجرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. عصرا هنا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. ويعطيكم العافية يا خامس